بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما بطيت قبل شوي طلع لكم درس حق السكيور شل، ولكن الان بكلمكم عن كيف نحفظ القواعد اللي احنا سويناها. اوكي طبعا احنا موجود على السيرفر. اوكي خلينا نطلع، خلينا ندخل على سيرفر ثانيه. اوكي طبعا الدرس اللي راح نحلل مشكله السكيور شل، لو كان عندك مشكله السكيور شل. اوكي لكن اليوم لو كتبنا اي بي تيبلز، طبعا انا مسحت كل اللي راح، اوكي مو مسحته، انا طفيت السيرفر وشغلته. اوكي لانه جهاز وهمي فطار كل شيء. طيب بدل ما انه يطير كل شيء، انت عارف انه لما تسوي اي بي تيبلز راح يطير عفشي، ماشي ولا لا؟ اليوم بتتعرف على امرين مهمات. الامر الاول اللي هو سيف اي بي تيبلز سيف، والامر الثاني اي بي تيبلز ريستور. وش جاي لسان اليوم؟ نشرب واحد شاي ثقيل. اوكي طيب ايش راح اسوي الحين؟ راح اسوي اي بي تيبلز سيف، ماشي. خلينا ندخل بعض القواعد بس على السريع. اي بي تيبلز انبوت، بعدين بنحط في تي سي بي 80. اوكي راح نسوي له سبت، نسيت شيء هنا، ديستنيشن بورت ديفورت انتر، بعدين بنحط البورت الثاني اللي هو 443، بعدين بنحط الاي بي البورت الثاني اللي هو، يعني ما راح استخدم الاف تي بي، ما راح استخدم الاف تي بي. ايش راح استخدم انا هنا؟ ممكن استخدم ويب سيرفر، ما راح استخدم شيء ثاني ترى بالمناسبه. لكن انا درس راح شرحت لكم انه لازم نحط ايضا دي ان اس. اوكي طبعا دي ان اس استخدم تي سي بي ويو دي بي، ترى بالدرس اعتقد اني نسيت اني اقول لكم عن يو دي بي. اوكي اوكي بالطريقه هذه الحين راح نكتب اي بي تيبلز ال، طلع عندنا هذا الجميل. هذا الجميل راح يمسح بكل بساطه. لماذا؟ لان هذا الجميل تمام مؤقت، فكيف تحفظه وكيف تستعيده؟ كيف نسوي الحفظ؟ طبعا درس اليوم حفظ واستعاده، ولكن ما راح نسوي الاستعاده بعد التشغيل. بالدرس الجاي وبالدروس القادمه راح نسوي بعد التشغيل، كيف نسوي بعد التشغيل وكيف نسوي استعاده الاي بي تيبلز. طيب الاي بي تيبلز هذا في امر اسمه سيف. اوكي الامر هذا راح يعطيك امكانيه انك تحفظ الملف في اي مكان تبي. اوكي طبعا انا معتاد اني احفظه بالاي تي سي، انت ممكن تحفظه باي مكان ثاني، ماشي. فانا متعود اني احفظه هنا، اسميه اي تي سي فايروول دوت كوم بالطريقه هذه. اوكي طبعا لا تنسى انك تحط العلامه هذه. اوكي طبعا تعلمنا هذا بدروس سلسله السكيور شيل، هذا ايش تعني؟ انتر. الان احنا حفظنا الملف هذا وسوينا كات etc.firewall.com، راح لاحظ انه هنا جت عندي القواعد حقتي. طبعا مع اختلاف طفيف يمكن ببعض الاشياء اللي هي تلاحظ انه ما كتب عندك اي بي تيبلز بالبدايه، نظرا لانه الامر الثاني اللي هو الامر حق ريستور راح يستعيده لك بدون الشغلات دي. طيب خلنا نسوي اي بي تيبلز. طبعا انا ما راح اسوي اف عشان ما اجيب العيد، لكن راح اسوي اي بي تيبلز بالبدايه. بي انبوت راح اسوي له اكسبت، ماشي. ليش؟ لاني راح اسوي اف. يا مدير تشين اي بي تيبلز هذه. اوكي اي بي تيبلز الحين ليش سويت كذا؟ عشان لاني بس امسح القواعد. لما امسح القواعد وانا ما سويت اكسبت للدخول راح يقول لي برا، لانه انا بستخدم شو اسمه، ما قاعد اشرح لكم، اشرح لكم الدرس اللي بعده صح. اي بي تيبلز ال. اوكي الحين راح اسوي اي بي تيبلز ال، راح لاحظ انه امسح، ماشي. طيب لما اسوي الحين الامر الثاني اللي هو اي بي تيبلز ريستور، ثم راح لاحظ اني عكسته. ليش؟ راح ادخل القواعد الحين. طبعا قبل شوي احنا سوينا اكبر من اي بي تيبلز، راح اسوي اصغر من اي بي تيبلز. اوكي اوكي راح اسوي اي بي تيبلز ال الحين، لاحظوا ان القواعد رجعت ولا عندي مشاكل. درس اليوم تعرفنا على اي بي تيبلز سيف واي بي تيبلز ريستور. بالمناسبه بعض التوزيعات قد انك ما تجد الامر هذا. اوكي اوكي قد انك ما تجده، لذلك انت اكد وين محفوظ او وين مثبت ذي، او انك قد احيانا تثبت الاي بي تيبلز بطريقه يدويه وتحط ملفات الباينري بشكل مختلف او باسم مختلف انت حر كيفك. اوكي لكن غالبا راح يكون موجود هنا باس بن. اوكي بالمكان هذا غالبا. اوكي راح تلاحظ انه فيها اي بي تيبلز، اي بي تيبلز سيف، طبعا في اي بي تيبلز ما دخلوه، انا اكتب اي بي تيبلز بس عشان يعطيني ذي. اوكي راح لاحظ انه موجود هذه الشغلات هنا. اوكي غالبا موجود بالاس بن. اوكي درس اليوم تكلمت وقلت اوكي كثير، بشوف مشكله في الدرس القادم مع السلامه.